مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ونبلش معاكم اولى فقرات برنامجنا اليوم، واللي راح تكون اللقاء عبر سكايب مع الدكتوره فاطمه الموسوي مدير مشروع كفو التابع للديوان الاميري، وراح يكون الحديث عن مشروع كفو وانشطته الخاصه بالشباب. مساك الله بالخير دكتوره، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساك الله بالنور وسعيده بالاستضافه. حياك الله دكتورة والساعة المباركة. بداية لو تعطينا نبذة تعريفية دكتورة عن مشروع كفو التابع للديوان الأميري. مشروع كفو هو عبارة عن منصة إلكترونية تسهل عملية البحث، التواصل والتعاون بين الكفاءات. هي أحد توصيات المشروع الوطني للشباب لكويت تسمع اللي كان ب 2013، وكانت التوصية هي إنشاء قاعدة للبيانات الكويتية. فبناء عليها يعني خلال سلسلة من اللقاءات والتطوير للموقع أنشأنا، يعني من كانت توصية بكم سطر صارت الحين مشروع قائم تابع للديوان الأميري. ويعني احنا الحين قاعد داخلين على السنة الرابعة في ملتقانا السنوي، واللي عن طريقه نعرض كل المستجدات اللي تصير في الموقع والتطبيق ومن خلال فعالياتنا طول السنة. الله يعطيكم العافية دكتورة على هذا المشروع، أكيد راح نتعرف عليه أكثر وعلى أهدافه، ولكن من بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وراح نستكمل حديثنا مع الدكتورة فاطمة الموسوي مدير مشروع كفو التابع للديوان الأميري. حياك الله مرة ثانية معنا الدكتورة فاطمة. وقبل ما طلعنا فاصل كان الحديث عن المشروع ونبذة عنه، والله يعطيك العافية أعطيتينا خوش نبذة تعريفية عن هذا المشروع الطيب. أما الحين نبي نتكلم معك أكثر عن أهداف مشروع كفو. فاحنا من اهم اهدافنا هو تسليط الضوء على الكفاءات المختلفه. في وايد ناس منجزه وعندها يعني يا اختراعات يا مشاركات مبادرات مختلفه بس ما حد يدري عنهم. فاحنا من اهم ادوارنا هو تسليط الضوء على هذه الكفاءات. بعدين عندنا تسهيل عمليه التواصل بينهم وبين بعض. فبالموقع والتطبيق اي شخص يقدر يحط سيرته الذاتيه، يسجل انجازاته، وهم يتواصل مع غيره. فيعني اكو يعني ممكن واحد يبحث في شخص في مجال معين او في مثلا فائز بجائزه معينه بجامعه معينه، يصير يسوي البحث على حسب هو الكفاءه اللي قاعد يدور عليها، وممكن يتواصل عن طريق الموقع والتطبيق. غير كذي احنا نحاول ان نسهل عمليه تبادل الخبره. فعندنا 9 مجتمعات يقدر ينتسب لها اي شخص. ويعني أكثر مواضيع الفعاليات اللي نسويها هي بناء على هذه المجتمعات يعني الفعاليات الدارجة أو المهتمين فيها أعضاء هذه المجتمعات. فخلال لقاءاتنا يكون عندنا ضيوف متحدثين، فيكون أكو تبادل بالمعرفة. والهدف اللي بعد أن احنا نسمع أن هذا التعاون أو التعارف يؤدي إلى مبادرات أو مشاريع تعاونية بينهم وبين بعض. نعم دكتورة، الشيء بالشيء يذكر، وقد يكون الإجابة من العنوان من اسم المشروع مشروع كفو، يعني بحد ذاته تحفيزي، طاقة إيجابية، والأجمل أنه يختص بالشباب. هنا المبادرات الشبابية، كيف يمكن لمشروع كفو أن يدعم هالمبادرات الشبابية دكتورة؟ يعني احنا اكثر شيء نفس ما قلت هي جانب اعلامي نسوي له وتسليط ضوء. غير كذي يعني عندنا مثلا لقاءات تكون متخصصه لمواضيع مختلفه. يعني احد اجزاء اللي وايد مهمه باي مشروع ان تكون تعرف الخبراء او اللي ممكن يساعدون الشخص ان يطبق هذا المشروع. فوجود الشباب في هذه البيئه اللي يشوفون فيها اشخاص عندهم خبره عمليه او علميه ممكن يساعدونهم ويوجهونهم. فاحنا يعني حتى يصير اكو تسليط على مواضيع اللي ممكن تكون مهمه وتخدم رؤيه الكويت، فيقدرون يبنون طموحاتهم عليها، يتشاورون مع بعض، يكونون فريق اللي يقدر يطبق هذه الفكره. واحنا من فتره لفتره نعرض هذه الافكار ونحاول ان حتى نوصلها لجهات مختلفه على اساس يكون فيها تعاون. دكتورة فاطمة، ما شاء الله مشروع كفو يحتضن العديد من المشاريع الشبابية، نبي نعرف نوع هذه المشاريع اللي تقدمون لها الدعم.
فاحنا الدعم اكثر هو دعم معنوي، ونفس ما قلت يكون عن طريق اعضاء كفو الاخرين اللي هم يتشاركون مع بعض. يعني خلي اعطيك مثال، مثلا في احد الاعضاء بغى يسوي دراسه على اثر الجائحه على مشروعات صغيره، فهو مع مجموعه من بيوت الاستشارات قرروا ينشؤون هذه الدراسه، وتعاونوا مع كفو ان قمنا نعلن لهم ونسجل اصحاب الشركات الصغيره على اساس ان نربطهم مع بعض يسوون هذه الدراسه، وهم نشرنا هذه الدراسه للاستفاده منها. فاحنا دورنا يكون اكثر لوجستي، يعني ان نحاول نربط الكفاءات مع بعض، وبنفس الوقت نسلط الضوء على اللي قاعد يسوونها. فنسوي فعاليات خلال السنه عديده وما وقفنا، يعني للحين مستمرين بالفعاليات اونلاين، وان شاء الله راح يكون ملتقانا الرابع يعني قريب، اللي يكون يتعرف المجتمع على الكفاءات المختلفه، يا هو صاحب فكره او صاحب مشروع قائم اللي يقدر يعني يتعاون مع غيره بأن يكونون مثلا مؤسسين معه أو خبراء مستشارين، أو إذا كان هو مشروع تطوعي أو للمجتمع. يعني كل شخص هو يحدد شنو نوع المشروع والمجال اللي بيدخل فيه. احنا اللي علينا أن نعطي فرصة ليعرض فكرته وأن يتعرف على كفاءات اللي ممكن يساعدونه فيها. يعني عندنا 9 مجتمعات، فعلى المواضيع اللي مركزين عليها أعضاء المجتمعات نحاول نسوي فعاليات مختلفة. نعم دكتورة، أيضا يمكن بسوي ربط مثل ما تفضلتي عن مشروع كفو. من بدايته بدأت بفكرة أسطر معينة، أصبح مشروع قائم بحد ذاته، يدعم الشباب، يعزز خلينا نقول من ثبوت المبادرات الشبابية على أرض الواقع أيا كان توجهها. باختصار توفرون العوامل المساعدة للنجاح أي مبادرة شبابية. ماذا عن تعزيز دور الكفاءات الشبابية في بناء كويت جديدة بشكل عام من خلال هالممارسات ومعرفة هالمبادرات وقدرات الشباب؟ طبعا احنا كل سنة يكون عندنا أعضاء من كفو المنتسبين لمنصة كفو، نختارهم أن يكون عندهم دور هو دور تطوعي، زين، من خلاله نعرفهم على رؤية الكويت، أوكي، فنشرح لهم كل عناصر الرؤية، وبعدين بناء على المجتمعات المختلفة هم يختارون شنو خلينا نقول النقاط اللي ودهم يركزون عليها، وعليها نبني كل فعالياتنا. فهذا الجانب يزيد من التوعية لرؤية الكويت. في وايد أشخاص يمكن يوم يدري أن الرؤية 2035 يقدر حتى يشوف شنو نوع الوظائف اللي محتاجينها، فممكن شاب يقرر نوع من أنواع أنه يكون تخصصه أو مبادرته تنصب في هذا المجال. فإحنا يعني ناخذ جانب توعوي، جانب في تبادل معرفة أكثر شيء، وأهم هذه اللقاءات اللي نركز عليها. يعني أكثر فعالياتنا هي عبارة عن لقاءات أساس الناس يقدرون يتعرفون على الرؤية كجزء والمواضيع المطروحة بالكويت، ونسمع من الكفاءات شنو تطلعاتها. فإن شاء الله هالسنة عندنا كذا فعالية لدعم هذا الموضوع، ومنها عرض الأفكار. فعندنا أيام معينة لعرض الأفكار يكون نراجع فيها أفكار المبادرين والشباب ومدى تطابقها مع الرؤية. فإحنا نحاول ندور شيء اللي يخدم الرؤية ويكون أكو تركيز على هذا الجانب، على أساس أن يكون يعني الجهود المضافرة تكون تعزز هذا الجانب وتساعد للتنمية. نعم دكتورة فاطمة، من أنشطة مشروع كفو قدمتم ملتقى اسمه ملتقى كفو لمجتمع رواد الأعمال، ودنا لو تعطين السادة المشاهدين فكرة ونبذة عن هذا الملتقى. طبعا احنا اول كان لقاءاتنا كلها يعني ملتقيات في يعني حية، بس الحين صار ان عندنا الشغل كله اونلاين، فمستمرين بان نجيب متحدثين ونتكلم في المواضيع اللي تهم المجتمع. فجانب اثر الكورونا على المشاريع الصغيره كان يعني شفنا وايد من اعضاء المجتمع انه يبون هذا الموضوع ينطرح، وغير كذي كان عندنا هم دراسه. فبهذا الملتقى عرضت الدراسه
وتكلمنا على المستجدات، وهم كان عندنا أمثلة من المشاريع اللي كان عندهم تجارب، وحبينا أن يعني ينصحون المشاريع الثانية ونفهم الوضع أكثر. وإن شاء الله الحين بناء على هذا الموضوع هم عندنا فعاليات نحاول ندعم فيها المشاريع معنويا أولا، وثانيا احنا الفكرة أن يكون تضافر في الجهود، فيوم يصير التركيز على أن كلنا نتساعد وكلنا يكون عارفين شنو الهدف اللي نبي نطوره أو شنو اللي ودنا نتعاون عليه، يكون الشيء يعني أوضح وهو نوصل للنتيجة بتضافر الجهود. فنفس ما قلت عندنا 9 مجتمعات، ومجتمع رواد الأعمال هو أحد المجتمعات هذه، فكان هذا الملتقى بناء على طلب هذا المجتمع، بس هم كان عندنا لقاءات حق كل المجتمعات الثانية. وإحنا طبيعة الحال دائما نحاول نسمع من تجارب الآخرين خلال هذه الملتقيات، نتعرف على أشخاص اللي يمكن بالنسبة حقهم حتى الجائحة كانت فرصة، ما اعتبروها أنه هو شيء أثر عليهم سلبي وايد، حاولوا يشوفون شنو ممكن الواحد يسوي، وتطرقنا لكذا موضوع منها أهمية النقل الحين للتحول الرقمي. خلينا نقول وايد من المشاريع الصغيرة استفادت من هذا الجانب، فكان أكو عرض على هذه المواضيع وشنو ممكن المشاريع تتفادها. دكتورة، دائما أنتم كقائمين على مشروع كفو تسوقون لهالمشروع كفو، ولكن هالمرة احنا بأسرة مساء الخير يا كويت نقول كفو جميعا يا القائمين على هالمشروع، ونتمنى لكم التوفيق. دكتورة فاطمة الموسوي مدير مشروع كفو التابع للديوان الأميري على مشاركتها معنا في برنامج مساء الخير يا كويت.